رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة الرئيس الألماني والتي تعد الأولى لرئيس ألماني منذ 25 عاما. وخلال مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ونظيره الألماني فرانك شتاين ماير، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على توطيد الشراكة والتعاون مع ألمانيا، مشيدا بإسهامات الشركات الألمانية في المشروعات القومية. الحقيقة الزيارة تمثل إضافة كبيرة ومهمة قوي لمسار العلاقات المصرية الألمانية، وانعكاسا لتاريخ ممتد من علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الدولتين والشعبين الصديقين. فخامة الرئيس، نحن تحدثنا ان احنا في مصر نقدر الشراكة وحريصين عليها وعلى تعزيز التعاون مع بلدكم، احتراما لدولة ألمانيا وللشخصية الألمانية اللي احنا بنعتز بيها وبنقدرها، وبنعتز ان انتم احد اهم اكبر الشركاء لنا في مصر. والحقيقه انا معظم المشروعات اللي احنا خلال السنوات اللي فاتت ديت كانت بمشاركه لشركات المانيه مقدره في مشروعات كبيره زي مشروعات الطاقه ومشروعات النقل، وكان اسهام الشركات اسهام كبير ورائع ومقدر جدا من جانبنا الحقيقه.